طبعا. وده اللي احنا هنروح له في تقرير ريتويت اللي هو عن ايمن منصور، وتيجي كده الموقف من بطوله 93 هو هيحكيه كابتن ايمن منصور بنفسه اللحظه اللي الجوهري ما بصلوش فيها. تعال نشوف تقرير ريتويت واللحظه التي تجنب فيها كابتن محمود الجوهري النظر الى ايمن منصور، ونرجع بقى فقرتنا الاخيره للسكاوتنج عن عمر كمال عبد الواحد. لما تتكلم عن أيمن منصور لازم مخك يروح لجون السوبر في جوهانسبرغ، وأول نهائي قاري بين الزمالك والأهلي اللي حسموا أيمن منصور في الدقيقة 86 بصاروخية. بس علشان أيمن يلاقي هديته الكبرى في نهاية المشوار في السوبر، ده تطلب منه أنه يدي للزمالك كل نقطة عرق في جسمه في الطريق للوصول للقب أبطال الدوري 93 اللي أهل الزمالك للسوبر وللقطة أيمن التاريخية. لفظ يدي كل نقطة عرق هنا كان فعلي مش مجازي ولا تشبيه. أيمن في قبل النهائي وفي نيجيريا الساعة 2 الظهر بيختار فعلياً أنه يدي للزمالك كل نقطة عرق في جسمه ويبذل مجهود مضاعف. المجهود هنا كان مضروب في ثلاثة. أيمن في بداية الماتش خد رسالة أنه يبذل مجهود مضاعف لأن في تشتيت ذهني لزميله النيجيري إيمانويل. قبل ما كابتن جوهر لقيته بيكلمنا وبيكلم اللعيبة، يا جماعة في تهديد جاي صريح لإيمانويل لعيلته بالقتل. طبعا ديت رسالة متوجهة مش للعيب، ده ليه أنا بشكل مباشر. يعني راح واخدني كابتن جوهر قال لي يا إيمان عليك دور كبير جدا عشان أنت يعني يمكن هتشيل شغلك وشغل إيمانويل. لكن سير الماتش ولعب الزمالك بعشر لعيبة بعد وقت قليل من الشوط الأول حتم هنا على أيمن منصور إنه يبذل مجهود أكتر من استثنائي. ملى نص الملعب وسابنا أنا بس اللي قدام. حس إن في يعني المباراة دي جريت جري بتاع السنين عمري كله وفي الجو ده، وأنا كأن زي الحصان عادي العادي يعني، فخلاص بقى حس إن أنا هموت يعني. المهم جيت في الآخر عشر دقايق أو ربع ساعة فكان لنا تغييره، فاروح عامل الكابتن جوهري اجي قدامه اعمل له كده، يروح عامل لي كده الناحيه الثانيه، يا كابتن جوهري اعمل له كده، يروح عامل وش الناحيه، ما فيش. المجهود اللي بذله ايمن منصور في كل ماتش وكل لقاء ممكن يفسر لينا ازاي التاريخ فتح ابوابه ليه علشان يخلد. كعاده التاريخ في تعريف الاشياء فقط بالشخص الاول اللي عملها ايا كان التالي، لأن دايماً في اسم واحد بيفضل هو اللي مرتبط باسمه الحاجة دي مهما حصل. وزي ما كلنا عارفين اسم أول واحد طلع القمر، وكلنا عارفين مين أول من حاول الطيران، كان عند أيمن منصور فرصة إنه يربط اسم شيء بفخامة بطولة السوبر الإفريقي باسمه، وإن أيمن منصور هيفضل طول العمر أيمن السوبر.